11 يوم من ورا الزلزال ما جا حد، طلعت الله هو هذا ما طلع لينا حد. انت تشوف الحاله كي دايره، يجيبوا الناس يساعدوهم، الناس راهم ضروريين بزاف، واخا ماشي في الجبل راهم ضروريين، هما ضروريين بلا هذا الزنزال، وحنا بعدا شنو جارينا قبل الزنزال. وحنا تخلعنا سمعنا الضرب وداك الشيء من الفوق، دار تحركات جوج حيوت راهما شتيهم كيطاحوا، الاخرين راهما تشقوا، وخرجنا برا الضو تا هو تقطع، وخرجنا بتنا هنا برا، هنا بتنا هي قاعدين حنا بعدا هذيك الليله، ما عندنا ميكا، ما عندنا خزانه، ما عندنا والو. عاد ولينا درنا هاد الميكا وهاد العواد مستقرين. لا مقيوسه هاد البلاصه، دوار كامل مشقوق وكامل فيه الحيوط طايحين، ماشي عندي انا ولا عند الاخر، وكل شيء الناس دايرين دوك الميكا هما في الدوار. لا ما يمكن 11 يوم بعد الزلزال. ايه ما جانا حنا تحت، تيجيو كاع تيجيو غير شي مساعدات قليله وصافي، داك الشيء ما كافي، شي واحد شويه، الناس كاين اللي عطاو كاين اللي ما عطاوش، جابوا غير حويجات ديال الدراري الصغار. حنا واخا الدار ما كديناش نقعدوا فيها، ها هي برا، وحنا تنطيبوا برا، وحنا قاعدين دوكا هنا برا في خزانه، ها هي في هذا الباش تاع الميكا. احنا الدراري ها كلشي، الطياب هنا، الماكله هنا، وتنقعدوا هنا. ايه بين المسؤولين يدخلوا ويشوفوا الضرر ديال هاد الناس اللي مضرورين، والناس ما عندهمش. يعطيكم الخيام المالي. ايه الخيام، ويساوي كاين شي مساعده يساعدوا الناس. يجيبوا الناس يساعدوهم، الناس راهم ضروريين بزاف. واخا ماشي في الجبل راهم ضروريين، هما ضروريين بلا هذا الزنزال. عاد كمل دروك هذا الزنزال، هذا الشيء اللي طاح، ودوك الراجل دوك تيخدم نهار ولا يومين في السيمانه، اش بدير ليه؟ يومين كاع ثلاث ايام. 200 درهم في الاسبوع اش بدير ليه؟ ويصوب بها الشقاق باش تبان المعلم، باش شحال خصو يطيح ويعاود. ما عنده كاع ما ياكل، واحد مع الدراري الصغار. كل شيء هذاك الشيء بغا يطيح ويتعاود. ما يمكن عادي تقعد تسكن فيها هكاك، اولا تحيد منه الا ما بديت تعاودو ما عاد تسكنش فيه. فاطمه ولاد مسافر من طاقه تيمور، اي والله عط الله هو هذا ما طلع لينا حد. انت تشوف الحاله كي دايره هنايا، انا عسى طاح عليا داك القبص، نضل البنات تيغوتو، بنتي وبنت خويا، صافي لقيت الدنيا كلها تطرب، هربت لبرا. الدوار كله مزعزع، ماشي غير واحد اللي مكرفص، راه الا جيتي تشوف الدوار كله، كلشي الدوار مكرفص، وكلشي الحاله هي هذه. ما بقيناش فين نعسو، لا حنا لا خوتنا لا تحد. لا ودقول ما بقاش قدرنا ندخلوا لهم كاع، عندنا تنباتوا برا. لا ما عطاوناش، ما عطاونا لا خيمات لا حتى حاجه، والو. اللي لبق شي ميكا من يديه راه لبقها، اللي ما لبقها راه ما عندوش. 11 يوم من ورا الزلزال ما جا حد، محتاجين المساعدات ومحتاجين يساعدونا ويعطيونا يعاونونا، واللي يشوفوا يديروا معنا. محتاجين، ما جا عندنا حتى حد، محتاجين بزاف ماشي شوي، راه هما واقفين ما جابوا لينا حتى حاجه، ما شتنا شيء هاد الساعه تاع الضرب، ما شتنا لا مانط لا ماكله لا والو. اللي خدم شي راه هو داك اللي قاعد بنادم، راه قاعدين بر ما خدام ما ردام. حنا 11 انا والدراري والمراه والوليدات وداش، حنا 11 واحد خرجنا، تخلعنا وخرجنا كلشي، خرجنا حفياني، ما رجعنا للدار على واحد 20 دقيقة، وحنا قاعدين هنا واقفين، وخرجنا العيال التراح كاع برا. الإنسان خايف دروك، ما عرف شنو، واش بغا تجيب بحال ديك الضربة الأخرى، ولا بغا يجي، ولا ما يجيش، ولا سميتو، المهم أنت تيبقى رد البال. بقيتي حيت تمشي تخدم ولا إيه، واش حيلتك تخدم ولا تخاف من الحيط؟ دابا باقي كاع بغيت تقعد تحت الحيط في الظلمة، باقي تقعد حدا قاعد وخايف، ولا مكاليب وخشبة وقاعد. يا الناس المسؤولين راه هما اللي خصهم يجيو ويشوفوا هاد الوضعية ديال الناس هنا، ديال السكينة هنا كيفاش دايرة. الناس دوكا هنا كيشوفوا الوضعيه ديال الناس، راه الناس هي قاعدين، ما ماشي عندهم شي داخل ديال شي حاجه، الناس راه تيخدموها ما مرسمين ما موظفين ما والو، تيخدموها في الفلاحه، الا كاينه الفلاحه راه خدام، ما كاينش الشتا راه ما خدام ما والو. حنا كاينين في عماله المناره، قياده تيمور، دائره الودايه، دوار ولاد مسافر، وحنا بعدا شنو جارينا قبل الزنزال. الا وقفت عندنا طوموبيل تيجي مقدم تيجري تيقول تيسحب تتخوي ليا جور بديت تبني، عندنا مشكل بعدا حنا قبل الزنزال. دوكا شنو جرانا؟ داكشي اللي جرانا هو هذا اللي عطله، هو هذا كلشي باين، كلشي البيوت دوكا مع خمسات بيوت لا سته كل واحد ديالو، كلشي تزعزع من بلاصتو، كلشي تهز وتحط، كلشي مشقوق، كلشي بغا يطيح، كلشي كلشي مهدد. اذا كنتي خايف من الحيوط راه تدخل تنعس برا، وإذا كنتي ما عندك غيرها تقول لي بيدير الله هي اللي كاينه، تدعس تحت منه يطيح ولا يقعد. راه ولينا في الجامعه ولينا، راه ولينا في الجامعه نخاف.